نجموا نفهموا كيفاش وصلت العلاقة بين الجامعة التونسية والكاف البراد فير اللي قاعدين عيشوا فيها الأيامات. هات نرجعوا للحكاية من أولها. بعد تعادل تونس والكاف فير في المباراة الأولى وبعد ضربة الجزاء اللي تصفرت ضد المنتخب، قامت الجامعة بمراسلة الكاف للتشكي خاصة من ظروف الإقامة مع التعريج على زفارة جابوني أوتوبو. المرزة التونسية تواصلت في مباراة زامبيا ومرة أخرى المكتب الجامعي يتشكى من زفارة الغيني بانغورا. دور الربع النهائي وكجواب للزفارة الظالمة للموريسي سيشيرن بشهادة الجميع، تخمروا جماعة ملاعبية ومسؤولين. كما شفت في الكواليس معناتها كلاه هو على مرمته ولا محاله، اما شنو يفيد معناتها ذا اللي نقول نسبيناه. ودي انا واحد من الناس سبيته. سيد وديع الجري رئيس الجامعه ما كانش من العكسين وطلع للمنصه الشرفيه وين موجود عيسى حياته. مسيو البريزيدون قلت له هنيئا لك غيني ترشحت انفا على حساب المنتخب التونسي وفيليسيتاسيون هنيئا لكل من ساهم في ترشيح غيني على منتخب التونسي. بالله سي وديع تصور روحك في نفس موقف حياته كان توجه لك واحد من رؤساء الجمعيات التونسيه بالكلام هو بيدو. كل شيء نعمل يسار خلي يقول ما نعمل بدي نعمل يسار وين الادب؟ ايش ادب؟ ما عملناش الجمعيه يمكن اربع شوات تروى ماتش في تروى كاتري قعدت بالشكل هذا. وقتها انا عيطت وانا واحد الجمعيه قبل الماتش الرابع نعتذر له نقول له نسار جمعيتي نعتذر له ونرجع في ريكومونداسيون باش نبدا التحكيم بالحل عين هكذا ما نقدرش ناخذ اجراء مع نجم. يا سيدي هذا الكل النجم ونلقاو له اعذار والظلم ينطق، اما اللي صار على ريزو سوسيو ما يتفهمش. يا اخي يا توانسه تطلبوا من تونس باش تخرج من افريقيا وتدخل اوروبا نسيت ولي بلادنا هي اللي عطات الاسم للقاره، ويا اخي الفيزا شنغان سهله. هذا فيما يخص العالم الافتراضي، اما اللي صار في الشوارع في تونس بعد الماتش شيء ما لقيت له حتى اسم. Nous avons des confirmations. Des confirmations des personnes qui ont été agressées. شفنا بعد الماتش 14 اعتداء جسدي على طلبة أفارقة في تونس، في برج الوزير، في العوينة، في النصر وحتى في سفيرتس، وعشنا زادة اعتداءات لفظية متعددة. Donc il y a une trentaine, 13 personnes qui ont été agressées physiquement. Mais il faut aussi noter, hormis ces agressions physiques, il y a eu aussi des agressions verbales. Par exemple, lorsqu'on vous appelle Guiraguira, vous connaissez tout ce que signifie Guiraguira. Lorsqu'on vous appelle Carlouche, vous connaissez ce que signifie Carlouche. Et pire encore, lorsque une autorité se permet d'appeler un subsaharien ou sif. نهار الاثنين رجع الوفد التونسي وبتشجيع وتحفيز من الجماهير الفرحانة بتصرفات الملاعبية مع الحكم. الجامعة تبعث بمراسلة جديدة للكاف والشعب معاك يا وديع. طلبنا باش نفتحوا اونكيت واعتبرنا انه الحكم هذا ساهم افيك فولونتي بور نوير على سيليكسيون ناسيونال بالضبط الامور وساهم بانحيازه في ليليميناسيون تاعنا. وطلبنا باش نعرفوا شنو ملابسات التعيينات وعلاش على اربع مباريات اخطوا في حقنا الحكام ثلاثه مباريات اخطاء كبيره. رد الكاف كان سريع من غدوه تخرج قرار صحيح تعاقب فيه سيشيرن، اما زاده توبخ فيه رئيس الجامعه على تصرفه وتطلب من الجامعه باش تعتذر على اتهامها للكاف بالانحياز والا باش تعاقب المنتخب. واعطتنا مهله ب 48 ساعه. جماعه المنزه يعاودوا يكتبوا ويجاوبوا الكاف من غير ما يعتذروا ويتشبثوا بموقفهم. رجعنا مراسلة ثانية مسكنا بها بنفس الحقوق ما اعتذرناش وما قدمناش لا اعتذار ولا نشترك اعتذار ولا عشر اعتذار، بالعكس تمسكنا بحقوقنا. قلنا ساعة احنا طلبناك بفتح تحقيق من مردود الحكم ومن التعيينات اللي صارت، وطلبنا للمرة ثانية اوديونس. نهار الجمعة وقبل ما تعلن الكاف على شنو قررت في مصير تونس، أعضاء اللجنة التنفيذية أعلنوا على مساندتهم التامة ولا مشروطة للرئيس حياته على خلق زوبعة جديدة في تونس بتواجد بوشماوي وروراوة بين المنظمين. العشية الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تقرر باش تجرد الجريء من كل مسؤولياته في الكاف. الموقف اللي يخص شخصي أنا جردوني من مهامي، يهزوني لغواتنامو اللي يسموها ويحرموني من كل الهياكل الرياضية من هنا للموت ويقبروني، مانيش باش نعتذر. زعما يا سي وديع عارف روحك علاش قادم كيف تطلب باش تمشي لغواتنامو؟ باش تمنع تونس من المشاركة في كان 2017 إذا الجامعة ما اعتذرتش قبل نهار 31 مارس. مش باش نعملوا معناها سونداج للشعب التونسي نعتذر ولا ما نعتذروش.
ولكن الشعب يمثله في جهات والجمعيات، والجمعيات يمثله المكتب الجامعي، ومكتب الجامعي عنده تواصل مع سلطة الاستشراف. دونك اكيد المكتب الجامعي له حرية. بيه فماش طريقة أخرى باش نشاركوا ومن غير ما نعتذروا؟ ظهر لي العملية باش تكون صعيبة برشا، خاصة بعد ما بلاتر اللي حضر في حملته الانتخابية وحياته حطوا مرة أخرى اليد في اليد. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime mourir.